لكن هل وارد مثلا مع الوقت زي ما شفنا مثلا لو هنضرب مثل طبعا مع فرق التشبيه بفيروس كورونا، شفنا لقاحات فعالة مع كل التطورات اللي بتحصل في الفيروس، هل ده وارد انه يحصل بحيث انه يكون اللقاح زيه زي لقاح الانفلونزا مثلا بيتاخد كل سنة وليكن، ويكون فعال ضد كل انواع بالنسبة لهذا المرض السرطان؟ هو محمد، هو في يعني اللقاحات مش ثابته، لانه الخلايا اللي احنا بنهاجمها او المرض مختلف اللي احنا بنهاجمه هو متغير، مم. وبالتالي توجد زي ما بنقول طبعات حديثه من كل لقاح. لكن ما هو مثبت الان ويستخدم في كل انحاء العالم وبالضبط وفي مصر موجود، العلاج المناعي للسرطان بيعتمد على تحفيز الخلايا المناعيه واستعادة قدرتها على مهاجمة المرض، لأنه السرطان بطبعه كمرض بيبتدي إن هو يهبط مناعة المريض. طيب دكتور، حضرتك اتكلمت على فعاليته يمكن في سرطانات زي سرطان عنق الرحم لدى السيدات، ايه كمان انواع سرطانات تانية؟ وهل هو كل انواع السرطانات حاليا اصبح هناك توجه للعلاج المناعي وهو مندرج تحت او بيندرج تحت التوجهات العلميه العالميه للعلاج في كل الانواع، اورام الرئه، اورام القولون، أورام الثدي. في أورام إحنا كنا ما بنقدرش إن إحنا نتعامل معاها بصورة فعالة زي أورام الكلى. أصبح النهارده إنه في علاجات فعالة جدا للمراحل المتأخرة للمرض، وبالتالي أصبح هناك تحسن مضطرد في معدلات المعيشة ونوعية الحياة. دي من ضمن الحاجات يا فندم اللي بتطمن الناس. احنا ليه دايما بنيجي نركز في كلامنا عن موضوع السرطان ولو في علاج او في لقاح؟ لانه دايما الناس في قلق من السرطان، وطبعا ما فيش شك انه حتى الجلسات بالنسبه للكيماوي والاشعاع وما الى ذلك منهكه للجسد ومتعبه جدا، ومن المعروف ان طبعا السرطان بيؤدي في كتير من الحالات الى الوفاه في النهايه، فعشان كده احنا حابين بس نطمن الناس اكتر. هو بالتأكيد إن كل يوم في جديد، يعني من وقت دخول العلاج المناعي بالغزارة في مجال علاج الأورام، إحنا أصبحنا كل يوم عندنا جديد، والجديد ده بيترجم في النهاية لتحسن في طرق العلاج ونتائجه مع تقليل الأعراض الجانبية للعلاج، لأنه المريض غالباً بيبقى خايف أكتر من وسائل العلاج من المرض نفسه. صحيح.